ودانا كلنا في 60 داهيه. ارجوكوا انا عايز اسمعكوا الفيديو ده، موجود من 3 سنين، ده متصور لاحد الجرارات. سمع الناس الصوت لو سمحت. الناس لفة سجارة وبترقص وبتغني وسعيدة جدا. من 3 سنين اتفضلوا بيعملوا الحشيش في بق بعض جوه جرار. انا بقولش ان كل السائقين كده، ما بقولش ان دي ظاهرة، انا ما عنديش ارقام، بس ده مستوى لحد من بتوع الجرارات اللي هو بيجر، اتفضل، اللي هو بيجر قطر. هل دول يتم تسليم ارواحنا وارواح عيالنا ليهم؟ المساله فيهاش هزار. الوزير القادم يجب ان يتعامل مع هذا الامر بكل جديه. سؤال مهم، مثلا الناس دي اللي في الفيديو ده بيسوقوا قطارات لغايه دلوقتي، دول بقى هو سعداء وعايزين ينبسطوا والحياه صعبه، بس مش على جثثنا. طبعا انا عايز اسمعكم بس لو سمحتوا جزء في الاخر اللي هو بيقول له خلي بالك من السكه، قال له سكه ايه؟ لو سمحتوا اسمعوا، مش مهم تسمعوني انا، لو سمحت كنترول سمع الناس، اتفضل. هيطلع مثلا لما نكشف في 5% من الناس اللي بتسوق قطارات دي بتتعاطى مخدرات، هل انت حمل 5% حوادث؟ ده واحد ودانا كلنا في 60 داهية هنقعد نتألم منه العمر كله. واحد، النهاردة الفيديو ده متداول على السوشيال ميديا ومنزلاه روسيا اليوم، وعلى فكره احنا كلمنا وزاره النقل قال لك الناس دي اتجازت. انا ما عنديش حاجه اسمها تجازه يا جماعه، اللي بيتعاطى مخدرات ما يسوقش، يروح يقعدوه جنب مدام سميحه على مكتب ما يسوق. يعني معلش، في ناس طبعا تخش تقول لي اكل العيش والناس بتشقى، وانت عارف الظروف اللي هم بيشتغلوا فيها، تولع الظروف تولع. انتوا روح قول الكلام ده للناس المصابين في مستشفيات الحروب في مصر. يعني الناس دي معاها فلوس تجيب مخدرات، ما تقوليش مش قادرين يعيشوا. النهارده وزيره الصحه بتتكلم بتقول لك ال 26 اللي متعورين او المصابين بالحروق في 10 حالات هوبليس كيس، من 80% ل 100% حروق. مين يتحمل المسؤوليه دي؟ ده اهمال موجود منذ سنوات طويله من الاهمال، يجب خلاص دلوقتي هذا الامر ينتهي. شلنا
كل ده ويا حرام ومعلش واصل الناس بتاكل عيش واصل ظروفهم. انا لا اتحدث عن كل سوي القطر، ما انت كل يوم عندك قطورات رايحه جايه وفيها ناس محترمه بتطفح الكوته زي الفل. انما اللي انا بقوله ايه؟ انه هذا الامر يجب التوقف امامه، ويجب ان احنا نشوف الناس دي بتتعاطى ايه، ويجب ان يكون هناك صرامه.